الدينار الرقمي للبنك المركزي يجب التوضيح أنه هذا راح يكون من صلاحيات البنك المركزي. نظن أنه هذا عمل كان قام به بنك الجزائر منذ أكثر من سنة، يعني كان فيه تصريحات لمسؤولي البنك الجزائري، كان فتحوا ورشة بالنسبة للدينار الرقمي للبنك المركزي. واليوم نظن أنه وفي إطار مراجعة قانون النقد والقرض يعني راح تكون أحدى أهم الإصلاحات اللي راح يأتي بها هذا القانون اللي أصبح يسمى القانون النقدي والمصرفي، راح يكون له يعني راح تكون وتبة نوعية في إصلاح وتحسين وعصرنة المنظومة البنكية، خاصة بإصدار هذا النوع هذا الصفة من العملة الوطنية اللي تجي يعني إضافة للعملتين اللي نعرفهم وهما العملة المعدنية والعملة الورقية، راح تكون في عملة يعني رقمية تسمح يعني بتحسين الشمول البنكي وفي نفس الوقت تسمح يعني بإدراج التكنولوجيات الرقمية في مجال المنظومة المالية، وهذا راح يسمح بدون أي أدنى شك يعني بتحسين أداء الاقتصاد الوطني وإعطاءه أكثر فعالية وأكثر تنافسية. طبعا اليوم يجب اليوم إعطاء الفرصة لكل الفاعلين في مجال التكنولوجيات خاصة في مجال يعني خدمات الدفع أنهم يعني يطوروا خدمات الدفع يعني ذات معايير دولية، لأنه لما نتكلم على دينار رقمي وعلى عملة رقمية ليس إلا بالنسبة يعني للجزائر، ولكن فيه يعني آفاق أنه يكون فيه يعني نظرة ورؤية يعني شاملة أنه الجزائر منفتحة على الاقتصاد العالمي وعلى الأسواق العالمية، وبالتالي فيه إمكانية أنه تكون فيه يعني مبادلات باستعمال هذا النوع من